بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فاصل هذا كان فاصل الدرس 18 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. فاصل في اسمه في بيان أسماء الإشارة، عشر كي سيديد يطمنا طباني سيديدات كتاب كي الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية، وألف الشيخ محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. ونغب الله بناي عشر كي سيديد يطمنا. فاصل هذا كان فاصل وحوك ربحنا يا في بيان أسماء الإشارة، أسماء الإشارة إشارة مقعية عدين تيد اسم الإشارة هل كان لقب الله اسم الإشارة هرت حكمه حكم كسفير سدح مسألة مهمة. أسماء الإشارة سدح مسألة ومهم سدح مسألة محين أدوات اسم أدوات أسماء الإشارة إلى نقال أدوات هذا هي هذه أقواس وصوت أدوات أدوات أسماء الإشارة مسألة اللبات مشار إليه اسم إشارة سيدي سبع دار اسم إشارة مركعة مشار إليه إن يجروا اسم إشارة هذا بعد هلا هذا ما له إشارة وين الحياة هذا كان بيت بيت محل غنيسة مشار إليه اسم إشارة بهذا جمع على رواين كلا الله له مشار إليه وحلة الماما يفرط الغفير هذا كان بيت وقول هذا كان رجل وانن هذا كان قلم وقل مركورت أدوات أسماء الإشارة وإلا هي لب وإلا هي المشار إليه ما لها يا لب صدح حكم اسم الإشارة ومبني مبني مبني وحمل لغا سوري مثل لغا سوري ماي هلكا صار اسكو يرقبت فيري هاد لبا قول بعد جرت لبا قول علماء قار وحي دي مبني وي دمانت وا ال اي عرفتي سدا مغمرك ومرك هذا سو خلاف الان بو هاد غنسا ضمير وضمائر كلها مبنيه قار وحي دن ماي اسم اشاره ومبني واصح لكن وحا لغا سوري المثنى او اه هذان يهاتان مثنها مذكر كاللبض الروح مرك الله إشارة هذان سيدا هذان خصمان يهاتان آه والقرى سوما لبضا سالق سوري بينا هذان أولي المثنى المذكر يهاتان أولي المثنى المؤنث لبا مثنى لغا سوري مثنى مذكر هالنقضين لهن هذاني اما هالنقضها مؤنث هاتان آه وك حكمون مركا واينا دوغاتا وا مبني حكمه مبني وي حكمه مبني وي فاصل هذا كان فاصل اسم الإشارة اسم إشاره ما اي الذي كي ويوضع لو دجي لمشار ملة الماما اليه حق سمر اسم إشارة هذا وهذا اوك وإن وحلا إشارة يوجد مشار إليه نوائل هذا السيدة عدرت فيه وحيدا اسم إشارة هي اسم موصول مرد أما يسترمان ما قرر حلا قرر وضوين أدفع اسم موصول ونوص وصول لا يتم إلا بسلة وعائد بالي أكايسو وصوص جملة اللي السلة هي ضمير عائد اللي وإن وحر الذي كي ورد أما يسترمان مجر الذي كي روحي دكتو تاغ نحن محل إسكوغا الكلام هو اللفظ المركب له مفيد بالوضع مفيد لمحا اسم موصول فائدة سمت أما يسترمى إلى لغاها له سلة إعاء كان اسم إشارة فائدة سلمه إلى لغاها المشار إليه هذا كان هذا روحنا محوك له لكتا ولي تاقر موه هذا كان مكون كافتو مكرا واما وأنا هذا بيت هذا قلم هذا كتاب هذا رجل مركة اسمه إشارة ولقى أقو مشار إليه وإن له
مشار إليه وإن له اسم الإشارة اسم إشارة ما أي الذي كيوي وضع له دجي لمشار من لا إليه حقيس مشار إليه وإن لمشار من لا تلما ما إليه حقيس لهذا كان و اسم إشارة هو أدوات الإشارة هو الفاضي اسم إشارة هو بيت قريوي بيت نوع مشار إليه وهو اسم إشارة هو كمرك أدوات كي هذا أما الفاضي أما أسماء الإشارة مذات كعبرته وهو اسم إشارة ذاوي يا لود جي يا لود يشار به بعد هلك سوق وهو اسم إشارة ذاوي يشار به وحلوت الماما للمفرد هالروح المذكر أولبا سمارك ذا كان رجل بعديه كرت ذا كان زيد ها ذا كان زيد وي وهو اسم إشارة ذاوي يشار به وحلوت الماما للمفرد هل روع المذكر أولب هذا رجل بعده وذي واترن هذا وذي وذي لباسي بعلو أغري وذي إسكجر هذا بإسكان الهاء هذا الرب ذي وبكسرها وصل بغير إشباع حرن أرجن ذي ذي ما إذا ها وذيكو وذي وهذا الرب بإسكان الهاء وذي أما بكسرها هوسرك بغير إشباع حجيل ذهي 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 ما ذهي وتي إيه وتي تي هنا بإسكان الهاء هذا الرب تي وبكسرها هوسرك تي بالإشباع جيد تي حجيل تي أنت أنا فهمت وتي إيه وتي بإسكان الهاء وبكسرها مع الإشباع تهي وبكسرها بدون إشباع تهي أنت والله واتي يا وتي يا وتا ما قال هالك كويسة شن 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 زمر وذي وذي وتي وتي وتا يشار حلوت الماء بكل من هذه الخمسة شن تكمل للمفردات حال روح المؤنثة أدك سمر مفردة مؤنثة هذه ذي بأن نكون نقاني ذي هذا اسك حرف تنبيه موقت وحاسف اسك حرف وذاني في رهد وذاني للمثنى لبالغو إشارة المذكر أولب والذاني في حالة الرفع قد كحالة ديس وذيننا للمثنى المذكر سغر أذكر ويحلق صحسي في حالتي النصب والجري كردقي حصري قلب هذا حاله وفير سهلك وحوكو إلى ألفاظ أسماء إشارة بالله أدواتك أسماء الإشارة اسم الإشارة اسم الإشارة اسم إشارة ما هي الذي كي وضع له دجي لمشار إليه لمشار ملة الماما إليه حقس وهو اسم إشارة ذاوي يشار به وحلوة الماما للمفرد هالروح المذكر أولب وذي وي وذيه وي وذيه أما وذيه رب لا بد أقول بنات وذي وي وذيه وي وتي وي وتيه وي وتا وي شان تاندا ما هذا يشار وحلو تلما بكل من الأركو من هذه الخمسة شان ترى للمفردة هل روح المؤنثة والددقة وذاني أربع كبل عمانيس وذاني وكل سكو خلاف سنة إعراب كيسات دينا دوغاتو دائما حانسوا مرة اسم حكم اسم الإشارة مبني ولماذا قار واحدا قولا واحدا مبني وقول قول كلمات محولة مبني إلا هذان إيه هاتان هذان هذا واسك حرف تمييز وذان مراد ها ومثنى مذكري مثنى مؤنث وكوانا وحيلين وفي سورة المثنى فينا في سورة المثنى إعراب المثنى على مسيرة ومبن كونا وحيلا مثنى إعراب كسب على سيرة ومعرب مركا والسكوح يا هلك وذاني للمثنى الله بيوصلنا ذين المذكر لب ولا ذاني أكل في حالة الرفع قد كحالة ديس ألف كاسة لوجود بليه كونا ومعرب وذاني أكل فير مركا إلا ده اسمه إشار يشار به وحلوة الماما للمثنى
مبتدا كدغت مرفوع وعلامة رفعه ال الف نيابة عن الضمة لانه مثنى هو كلنا وحين ذاني واسم اشار مثنى مبني على الكسر في محل رفع ومبني ميلي ولا كلتغي مركينا دغاتو وذاني اول المثنى وسنا شرح ويرقبن ما دام مساله مهمه وذاني اول المثنى لبا وسنات المذكر لب في حاله الرفع قد كحاله ديس وذين بذين ذا يلقب سوما قرنس بذين ذا يلقب آه كتاب حاجر تربيه الصوفيه ذو اغرسته عقيده العوام انا كنت بيدو انت ضمه ولكن وصير انت ضمه دمه مرك حاسس كنبي وكور ربا وحوده عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب وكذا جويرية للمؤمنين أمهات المرضية مركو عروت النبي كهلا يوحودها قاسم وعبد الله عبد الله قاسم مركو وحودها طيب يا طاهر بذين ذا يلقب بذين لبداس يلقب سيالغنا نيسا إن دضب أمري يا عبد الله إنه وحالي جري الطيب والطاهر موكت قاربا وعين عبد الله وويل طيب نوويل طاهر نوويل مركو حولها كجا جميل ماشاس ها بذين ذا يلقب لبدا نانيس إساقا إسكال بذين ذا يلقب بيت كما هي سأل بيت كما بلوه قاسم أولاد نبي مركو كهذا أحمد ما يسر ما بارك انت ما يسر ابو على عبد الله وهو طيب وظاهر بذين لا يلقى ورن مركب وذين يا كان وحالو إشارة مثنها مذكر وذين ولبوي في حالتي النسب والجر خاص ديقا يا كرديقا لبدي سحال وحالة الجركين بذين بعده حالة النسبين رأيت ذيني رأيت ذيني وهذين هذين وتاني وكتاني نهاية إيه وتالاها والله بقول لكن ددك وتاني للمثنى ويوصونات مثنه المؤنث ددك في حالة الرفع قد كحالة دي سنة وتيننا للمثنى المؤنث دل عليه ما قبله بأليه مسألة نوكر دل عليه ما قبله وتين يا وذين فير للمثنى موسى سعلن سمار كي هو انت كو شيغي وتاني قبا فير وتاني يشار وحاله اشاره ويا للمثنى لب المؤنث يدد وتاني يشار به لفظا وحاله اشاره يشار به باللفظ دي مركا لفظا وحاله اشاره للمثنى لب المؤنث يدد في حاله الرفع قد كحاله ديس وتيننا ها تيننا محاو تال للمثنى لسان دل عليه ما قبله تاسي ويقان وتين وحي لديه لا دل عليه وحاكو تزي ما قبله وحي كوري وتان محاكو حي للمثنى وتيننا محاو يا له للمثنى دل عليه ما قبله ذوك وتيننا للمثنى بالو إشاء مثنى المؤنث في حالتي النسب والجر كورنيجي وحصري قال بضا حاله وللجمع انت نجري فير حدا وطيني هوست هذا فير ماشان ومهم تيني يذيني ذاني تاني ذيني تيني نحو رايت وحان ارك تيني ومرت وحان سومر بتيني ورحل كمال ارك وظاهر كلام المصنف بكي مرك شارح وحائس هايست كواكب الدرية وآشر محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل يا متمم ضمتن قوآه شيخ محمد بن محمد الحطاب وحير وظاهر كلام المصنف شيخ هذا الكيس وحاكم أنهما هذان يتان ذان يتان مثنيان مثنيين حقيقة رب ورم الله أركالك وإنهما لبضوا معربان إنيه كو الله إعلابي كزيداني أوكلا سمارك علماء مرتاح دي أغو
وظاهر كلام المصنف علماء الصومالي ولما تاسي مرة إن المثنيين بيكو إعرابا لكن وحوليه الجمهور مكة بان وركز وظاهر كلام المصنف شيخ مصنف كي حضب هذا الكيس وحاكم أنهما ذانيتان مثنيان مثنيين حقيقة له وأنهما أنا أقول إيه أصلي وإنهما وأنهما وحي مجرى همزة وحي وكرقت ها إن الله في كل جرس وأنهما ذانيتان لو أنهما ذانيتان معربانين ينكو ولا إعرابي كزيدان ما لا يالك والذي ذهب واك عبد مرك شاء التعليم والذي كي ذهب إليه يكون تجنب المحققون علماء وح تحقيق فنك هسا محققين بإليه ها فنك الله قدم بي هذا محققين تا نحوذ وابدين لكن آد وحلاص وقات أولوه إسقبتان هذا إمام كي سوى هذا ورم له إمام سيوه مر هذا يسوى كل بتاع لكن محققين تا طنب وح الله سوقات ابن مالك شغال فيها ما شو يسوى كلمة ذا اللي هو عرست ها بره دي اللي قال ابن مالك سوى حوي لقى ما دبر نفكر مركه يسوى حوي ومرجع وحكله مرجع ابن هشام ابن هشام مركه محققين بضم بفن ولاية ابن هشام انت شرح عن هذا وضان وهذا هذا وارك دونتا ابن عنقاء نيل ابن عنقاء يا دماميني دماميني ها ورقوا هو ابن عنقاء يا دماميني يا دار ها ابو حيان لفتي سوا حارس مركو مساله قبطه مال انه كغ سو حارو مركه وحو يري والذي كي ذهب اليها يكون كان المحققون علماء واحد حقيقيس أنهما ذانيتان مبنيان إليه سمارك ولوجود علة البناء بناها الذي سوى الليل فيهما نحوظ وإنما جاء بعد هالك جاء فير هذا هالك ضد ما كسر مي جاء أعلى به رقم مرين أعلى ما أعلى ما جاء أوي أنك ونغير قلدو جاء همزة ذي ريت وح أعلى ويقنو نوني وحا ما جاء على صورته سامي دينك جاء نسخة الله رواتاو أنا عنوني أعلى وحو أعلى مجرس أعلى ما أهماش أنهما جاء واك على صورة المثنى أرم الله ما شاء إسكاسح ما شاء كوجة جميع وأنهما لبضوا فير هذا والذي كي ذهب إليه كنت أنا المحققون أنهما لبضوا مبنيان إليهم ولوجود علة البناء علة البناء الهلا في ما دحو علة البناء محو إن اسم إشاريهم بفير علة البناء كلها الرادين إن اسم إشاريهم وحكم اسم الإشارة مبني وضضع راعي له وإنما إن كلمة جاء ويماد على صورة المثنى هذين لده ذاني أو ألف كان يتاني ألف كان ذين يتين يأذن أو على صورة المثنى بالله على صورة المثنى واتقر السومة وكامرك ما شاء خلاف بأجرة ذو المهم خلاف بأجرة حقا أن الصومة هذا هدي له ما هذا حق إعراب ذان يتاني مثنى كو إعرابان ولما الصومة هذا غالبا لكن وحولا محقين تصامة أقل وللجمع جمع مذكرا كان هيا أو مؤنثا مؤنثا هيا أولا ينبالغوا إشار الجمع هؤلاء رك بضا هوين بضا اسكم مت وللجمع جمع مذكرا كان هيا لب او مؤنثا لديك هيا اولئي بالده بالمد لمد عند الحجازيين حجازيين اكتر وبالقصر لقابي قصر يدوكو اولا وين اولا اولا اي همزة هضيلة سوى بالمد بالقصر همزة يرداء اولا عند تميميين تميميين اكتر ويجوز وحابنا هذا وحوقلي مركة قرما هذا لديه ذلك اللعب أرمى أصوات الرواة ويجوز وحابنا دخولها التنبيه هذه تنبيه إن لقلي على أسماء الإشارة اسم الإشارة هاو تنبيه إن لقلي هذا إنا ذوقاتوي اسم الإشارة كم ما حرف التنبيه بالي ها حرف التنبيه هذا مركز عرامس ها حرف التنبيه بالي حق إسكن ذا اسم الإشارة اسم الإشارة هو أنت ذا اسم الإشارة يشار به للمفرد المذكر المبتدأ مبني على سكون في محل رفع نحو هذا كان وهذه تن وهذان لبض وهذين لبض وهاتان لبضان دمرك لبضان ادي
وهاتين لبدن أديك هؤلاء كوال رقي الضمر وحيدوني بهذا. وإذا كان المشار إليها دويا بعيدا ميتفق ماشى على حق تنسخوين كقارقار ألحقت كائدين لقاد نسخذين لا يرفع عنه. وإذا كان المشار إليه بعيدا الحقت ألحقت ألحقت كان هذه همزة لمكو مالك وإذا كان حدو هذا المشار إليه كالتلمة بعيد بعيدا ميتفق لحقتها لحقت لحقت وحاهليلي لحقت مكنك لحقت ألحقت وحاهليشين الحقت أذو وحاهليشين كلا زعر انت لحقت وحاهليلي كافون بعده مركع أذو كافون تاسو فاعل مؤخر كنك لحقت وحاهليلي اسم الإشارة كافون مكو قد مركع كافون وفاعل مؤخر وحاصوهر ألحقت وحالها ليشين اسمه لا اسمه ونا يفعل كده الحقت وحالها ليشين اسماء ده اسماء ها المهم يعرف كاسكجر ميتكو كود جاي ميتكو كود جاي اسكجر. وإذا كان المشار إليها دويا بعيدا ميتفق الحقت وحالها ليشين اسم الإشارة اسم إشاري كافا كاف كاف كاسو حرفية حرف كاف هو حرف كاف كاسو تتصرف قدومي ونقمي تصرف الكاف الإسمية كاف كي إسمية ذا هبدق أن كيسي وكل قدوم كيسي بحسب المخاطب كلا لا الله سوى فقص السؤال ذا نآذ فيه وعكو يريد ذا يذيه يمركو كسوى الله مسألة ذا الله بعد عقلي ها التنبيه بأن لقلين كرامكو يريد ومسألة ذا الله بعد مسألة ذا صدحات كاف بعد قدر كرتا وحده كرتا ها ذلك مال إربها جاء ذاك نهرت لامك أوكي ذاك كاف كويحوك ويري وكاف حرفي وذا اسم إشارة مركات كذا ما يصير والكاف حرف وخضاب حاجة إسكندب وأتفهم تسمح حاجة على لوا تصرف الكاف الإسمي محل جوا كاف كان وحوق نقمي أوجا قدومي كاف كي اسمي وكره محل جوا مذكر هذا الله ليس كاف كه كرنك ذاك قبل هذا الله ليس ذاك لوا هذا الله ليس ذاكما وقرت رق بضان ذاكم هوان بضان ذاكنا. وإذا كان المشار إليها دويا بعيدا مدفق الحقت وحاذها ليشين اسم الإشارة اسم إشاري كافا كاف كاف كاسو حرفية حرف لا موضع لها من الإعراب بوسكو كاي إعراب شقاكم والكاف حرف خضاب كاف كاسو تتصرف قدومي تصرف الكاف الإسمية كاف كي إسمية قدوم كي سوكر بحسب المخاطب روح الله الله سوى فقصا من مذكر بالله لمم مؤنث بالله لما وحالله لمثنى وكحوست كاير على حالة من يخاطبه ومن إفراد إنه مفرد يا روح الله وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث سلمار نحو ذاك كاس هذه هلموا ذاك كاس جوادي ذاك كاس ذاك كاس لوادي لوار روح لبن نحن نقضي عمل لبا هوين ذاكما لبا داس ذاكم رقم بضن ذاكنا هوين كم بضن كاف كامرك وحوا كاف حرفية سيدا كلا وحو الله شقينا داد كان لله الله مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث كاف كاسات كاف قنصنش ويجوز وحابنا أن تزيدين زيادة قبلها كاف كورتي سلام اللام واللام للبعد بأليات ذلك ذا اسم إشارة مركز صو عرب والله من للبعد والكاف عرف خضابادي ويجوز وحبنا أن تزيدين زيادة قبل أورت الله من الله نحو ذلك ذلك كاغاس ذلك كاغاس ذلكما ذلكم ذلكنا ولا تدخل قلميس مركز قاعد كوشي هل كان فيرس اللهم اللهم في المثنى مثنها قلميس في المثنى مثنها قلميسوكي مثنها لجلين ماي وذاني وعو هالكا نودي أرين أدق بو هالكا دي ولا تدخل قيل ميسا اللهم لامتي في المثنى مثنى ولا في الجمع جمع في لغة من روح لغة مدهم مدي وحجازي انت سوما قرنس
جامعي كان أولئك سماهي ما سورة ويسا أولئك لك ما نقول كرده أولئك لك تاما سورة ويسا تاها كدان بكر مثني هنا كاما مثني معويد إيرا الكاس ذا يا ذاني لا ما الله ذلكما ما ذلكما القرآن كي كنت جرتها سيد الله قلنا وغفيرا بحوية ذنك هالك ذاني ذاني لكما واحس قادن كرا ما واحس قادن كرا ما كده بكي جرتاس ولا تدخل الله ملام تيجي لما يسا في المثنى مثنى ولا في الجمع جمع في لغة جمع يوتا الله ده مديد دو اسكاجر في لغة من لغة مده جمع مديد مده مده ده وحادو عين يعني جمع ما شاء يقول ومن حد ولا تدخل اللام اللام تجري ميس في المثنى مثنى ورح الميو ولا في الجمع جري ميس في لغة من لغة مده مذي جمعة أولئك قلضيت أولئك لك مسور ويس وإنما تدخل وحقلي فيه مع نحو مثنية جمع حالة البعد فقان شاء حالة ديس الكاف كاف نحو ذانكما ذاني لكما مسور ويس ذاني لكما لام تاكدو ذلكما ذلكما إيه وتانكما وأولئك وكذلك سداس وكلا لا تدخلوا قلي ما يسوكي لامتي على المفرد مفرد كما قلي كرت إذا تقدمت هذه المفرد كي كورمتها التنبيه أو التنبيه نحو هذا أضوها يسته لام اللي قلي كراه مايا هذا بلام سيد وجلينيس لام سيد وجلينيس لام مجلي كرا سكدا هذا لك ممكن هذا لك ميودين ده اه ولا تدخلوا جريميس ولا تدخلوا اللام اللام تي جريميس على المفرد المفرد اذا تقدمت هذه كرمتها تنبيها او تنبيه نحو هذا مارك هذا لا كاف واسك حرف قدا هذا لك ولغودين هذا كري لك اضو كوسق نادي معه هذا لك أسلا صعتو حلقة هذا فهم هذا كان لك أذو كوسو ناضي تالي مدي دارة هذا لك قولي له والغوض إشارة هذا لك با اسم إشارة وضعه مليئة ما يتعمل سورة بس فيقال فيه وحالة دي حالة البعد فقان شاء حالة ديس هذا ككاس إلا ما دي كرة هذا لك أسلا صعتو أهدوه ويشار وحلو التلمام الى المكان القريب بوسكدو بهنا والو اشار هلك اسكجرا ده بهنا او ها هنا هلك نحو ان انك ها هنا هلك ان قاعدون فدنا ان حرف التوكيد والنصب وهي هذا اسكج تنصب الاسم وترفع الخبر نا المدغمه نون تلو ادغام نا اسم ان مبني على السكون في محل النصب قاعدنا خبر إن مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جاء مذكر سال ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد ها هنا واسم إشارة وأنا في محل نصب على الظرفية المكانية وكنا نسبسين قاعدون ونكون تعلق وإلى المكان البعيد بوسك فوقنا وحالو إشارة بهناك هالكاس أو ها هناك هالكاس أو هنالك أو قرانك كتمد أو هن عشان سكافيري أو هن هالكاس بادي أو هن هالكاس بكسر الهاء مدى هرر وبفتح الهاء وتشديد النون هن مدى ضمن بكسر الهاء وتشديد النون هن أو ثم بفتح الثاء إسكاجر هالكا أو ثم مهشاس شيخ الحديجر أو ثم مهاس بديجر مهاس كل شيخ اسمه كسو قولي أرمال أو ثم ما شاس نحو قوله تعالى وإذا رأيت عدد رأيت ثم ما شاس رأيت وحارك النعيم وملكا كبير
شرح معاه وقتها أنا قلنا عيو هل كان كاشي يقو وحال اسكو قبت وإذا رأيت مفعول كذي أو ها وإذا رأيت ثم رأيت ماشي تعالى سوما أين مفعول رأيت صدح قول باجر قار وحيدة ثم ظرف كان لفتيس اسم إشارة عن الظرف كان يا مفعول لقدي قار وحيدة مفعول ما لحبا قار وحيدة مفعول كي ومحذوفه جنة لقى الله يسمى وإذا رأيت هذا الأرض وحميش يا يال وحلقة شاكين كرم مئة وحلقة شاكين كرم مئة مالك مسألة ذا سوكاها اللي قال اسكو جيري وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه مسألة أين مفعول رأيت من قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملكا كبيرا ما لارك الجواب قال المحققون وحيدا لا مفعول لها مفعول ملح قول كعو علم عمر وقال قوم وحيدا لها مفعول مفعول وإلاذة واختلف واختلف هؤلاء يكون وحيسكو خلافين مفعول بإلاذة واختلف هؤلاء يكون وحيس خلافين فقيل وحال موصول وحذف اللحد في وبقي السلة والتقدير وإذا رأيت ما شيء هذا عرق توين ثم قيل ومثله وحال وإذا رأيت هذا عرق ما شيء ثم ما شاء هذا قيل وحالي وإذا رأيت هذا عرق ما شيء ماذا محذوف ذا وين ثم قيل وحالي ومثله وحال ما لقد تقطع بينكم أي ما بينكم وهذا فراق بيني وبينك أي ما بيني وبينك وقيل وحالي مذكور مفعول كواشيغي وهو نفس ثم وثم لفت والله سبحانه وتعالى أعلم وأكمل الله.